السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي المشاهدين ومشتركين ومتابعي قناة دكتورة محمد عبده على الحب دائما. نلتقي بفضل الله تعالى. دكتور اليوم جميل جدا إن شاء الله، دكتور يعجب حضراتكم، هنتكلم في كل شيء بالتفصيل. ولكن أولا الدكتور موجود، دكتور قريب منه جدا في الشبه بنسبة 75%، وجه شبه بينه وبين دكتور 3D موجود بالفعل على قناة أخويا وحبيب الفنان ناصر صاحب قناة فكرة فنان. دكتور موجود وما شاء الله الدكتور حقق نجاح كبير جدا، وهو مشاهدات عالية جدا، معدي 2 مليون مشاهدة. ولكن في اختلاف طبعا، النهاردة أنا علشان أقدم الدكتور بقدمه بشكل مختلف شوية. في اختلاف، إيه هو الاختلاف ده اللي حضراتكم هتشوفوه إن شاء الله، بس بعد ما نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بفكركم كالعادة لايك أسفل الفيديو والاشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة، يسعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. بداية نبدأ على بركة الله نتكلم في مقاسات الاسطمبة، ازاي صنعنا هذا القالب اللي احنا هنشتغل بيه دكتور اليوم. يلا بينا يا شباب نشوف مقاسات الاسطمبة وازاي فرغنا هذا القالب لعمل هذا الدكتور اليوم ان شاء الله. الاسطمبة بتاعتنا عبارة عن قطعة كرتون مستطيلة الشكل 40 سنتي في 20 سنتي، يعني الطول ده 40 والعرض 20 سنتي، وبنحدد نقطة المنتصف لكل ضلع بحيث ان دي كده 20 سنتيمتر ودي 20 سنتيمتر. عشرة سنتيمتر. طيب بعد كده من عند المنتصف وقيس 3 سنتيمتر وحط علامة، اقيس 3 سنتيمتر وحط علامة من عند نقطة المنتصف، من على اليمين وعلى اليسار، من على في جميع الاضلاع. بعد كده اوصل النقاط الخارجية دي ببعضها، كل نقطة باللي بتقابلها، يعني النقطة دي هتتوصل بالنقطة دي بالشكل ده. الاسطمبة قدام حضرتك اهي، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفرغ المثلثات اللي بره دي، المثلثات دي هتتفرغ بالشكل ده علشان نحصل على الاسطمبة دي. ايه دي الاسطمبة اللي هنشغل بيها الديكور يا شباب، يلا بينا نبدأ على بركة الله تخطيط الديكور. بعد ما عرفنا مقاسات الاسطمبة وفرغنا الاسطمبة بتاعتنا ازاي، ان شاء الله نجيب قطعة الكرتون ونروح على الجنب بتاعنا. بالمناسبة الارضية بتاعتنا هي مش لون رصاصي ولا لون ابيض، هي لون رصاصي داخل فيه سنة اصفر خفيف، يعني قالب على اصفر خفيف كده. بنضع قطعة الكرتون بالشكل ده ولكن من على الجنب، من على اليمين ومن اعلى. دي اول قطعة معانا اهي، الحمد لله تمت بخير. ما تروحش على الصف التاني دي جنب دي زي الدكور السابق اللي هسيب لحضراتكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، لكن المرة دي هنستخدم القطعة بشكل مختلف. عند الضلع الصغير ده كده وهظبط الاسطمبة بتاعتي بالشكل ده اهو، بحيث ان انا لو كملت كده هذا الضلع يكمل مع الضلع الاخر، وهذا الضلع هيكمل مع الضلع الاخر، ونلف الاسطمبة بتاعتنا بشكل كامل بالشكل ده. دكور سهل وجميل. ما تروحش هنا ولا هنا، انا عايزك تكمل امشي مع الصف للاخر، هتيجي جاي كده بنفس الطريقة علشان شغلك كله يبقى مظبوط. ده يظبط الضلع، ده يظبط مع ده، والضلع اللي تحت ده يظبط مع اللي تحت ده، وكمل رسمة الديكور بتاعك بالشكل ده. نرفع الاسطمبة، اكمل بقى، اكمل العمود اللي انا بدأت بيه ده اكمله للاخر. لما يكون حضرتك شغال في جنب كبير كمل العمود من فوق لتحت وانت نازل كده، يبقى نازل معاك بميول، لكن هو نازل عمودي طبعا بميول، كمله للاخر وابدأ ابني واحد جنب واحد. اسرع الفيديو بقى علشان ما نطولش على حضراتكم ونرجع لبعض تاني بعد ما نخلص كله تخطيط الديكور كله.
انت بالقالب الواحد تقدر تقدم اكتر من ديكور بنفس الاسطمبة، ولكن الشكل النهائي يكون مختلف، حتى لو فيه وجه شبه بين الديكورات، ولكن كل ديكور ليه لمسته الخاصة وشكله الخاص بيه. الجديد في ديكور اليوم ان انا اول حاجة هبدأ بالزرار، تمام؟ وده هنفرغ مربع نفس مقاس المربع الموجود، واظبط المربع ده على ده كده، ومعايا طبعا شريط لاصق زي كده اثبت بيه الاسطمبة عادي خالص، مفيش مشكلة. الشغل فيه هدوء، الشغل نخفض مستوى الهواء ونخفض مستوى الهواء قبل ما الشغل بالشكل ده، اهو اوطي الهواء كده، واروح على الجنب على الاسطمبة واقرب ايدي من الجنب بالشكل ده، ونرفع الاسطمبة اهو، ناخد زرار تاني اهو، ثبت الاسطمبة كويس اهو عشان ما يبقاش فيه اي رذاذ يطير. طبعا مستوى الهواء وسط، اقرب ايدي من الجدار وعلى خفيف كده واحدة واحدة، واملى بالشكل ده. تعالوا نرفع الاسطمبة مع بعض اهو بالشكل ده، تكمل كل الزراير الموجودة في الجنب ده، اول خطوة. طبعا شغل الزرار بالشكل ده يا شباب انا وفرت عليك وقت كتير قوي للناس اللي حابة تشتغل بالفرشة، اكيد طبعا هياخد منك وقت وجهد ومش هيطلع بنفس الدقة العالية دي. فمسدس الرش في الحاجات اللي زي دي لا غنى عنه، لابد من مسدس رش يكون في ايدك. اولا حضرتك هتجيب قطعة كرتون تفرغ فيها دايرة زي كده، وبالقطر وهتشيل منها جزء صغير من فوق كده اهو، الجزء واضح اهو، الجزء الصغير ده بالقطر، وهنشيل الجزء ده ليه؟ لان ده هيكون مراية ليا ان انا اشوف انا فين بالنسبة للمربع. اقرب الكاميرا واقول لحضرتك بحيث ان الضلع اللي على الشمال على المحيط، على محيط الدايرة من ناحية الشمال اهو، والضلع اللي تحت بيكون على محيط الدايرة من ناحية تحت من اسفل، والمؤشر اللي انت العلامة اللي انت عامله ده بيكون ظاهر قدامك الضلع اللي فوق. طيب هترش ازاي بقى؟ شغلك هنا خفيف قوي، بتوطي الهواء وتوطي البوهية، بتيجي من على الشمال من تحت في الدايرة وعلى الكرتونة كده، وتدي لسعة ضوء كده ولسعة اقل منها وواحدة في النص اهو بالشكل ده في كل الزراير اللي عندك اهي. ده وصلنا لاخر مرحله اللي هي تظهر معانا الديكور 3 دي بشكل جميل جدا. اجيب قطعه كرتون مستطيله زي كده واثبتها هنا كده بين الزرار ده والزرار ده، اثبت كده بالشريط اللاصق، واقول لحضرتك تشتغل ازاي حالا. دي حدود الزرار اهي باينه قدامي اهي، دي حدود الزرار اللي فوق وده حدود الزرار اللي تحت. طيب من عند من تحت الزرار كده من هنا، وهتطلع بشكل عدل كده حوالي 3 سنتي مثلا، وتبدأ تلف تلف وتنزل تنزل تنزل تنزل، بحيث ان النهاية بتاعتك تبقى فين؟ تبقى عند الزرار من فوق من هنا. وهنفرغ الجزء اللي احنا حددناه ده، وبالتالي هنحصل على جزئين، جزء مفرغ وجزء مصمت. هنشتغل بالمفرغ الاول، بتدوس على الشريط اللاصق يثبت معاك الاسطمبة، وبالدرجة الدخاني اللي هي تديك ظل تشتغل بالشكل ده، تمام؟ نشيل كده نفس الكلام على الضلع اللي بعده. بعد ما تخلص العمود الخط ده كله وانت طالع، العمود اللي هو نازل بميول ده تجيب اللي بعده وهكذا. فوق الظل ده الداخلي ده هتدي ظل خفيف، توسع الظل من بره كده. على الخط المقابل هتدي ظل خفيف قوي.
بالشكل ده. يعني انت هنا بتدي تخبيره على الخط مش اكتر يعني. بص يعني مثلا الخط ده مثلا بتمشي عليه بمسدس الرشه كده بس ايه لون خفيف. الموضوع سهل ما هو صعب يا شباب، بس عايزين ايه ناخد الجراءه ونشتغل بمسدس الرشه. هجيب الجزء المربع اللي انا فرغته ده واحطه فوق الزرار كده وارش سنة ظل خفيفة. وباللون الابيض تحت كل زرار وتحط ضوء ابيض خفيف. والان وصلنا لاخر مرحله وهو الجزء المصمت، هنثبته بالشكل ده. ركز معايا بحيث بدايته عند الزرار اللي فوق ونهايته عند الزرار اللي تحت، لكن هنرحله لجوه شويه في منطقه الظل اللي احنا رشناها بالشكل ده. وهتبدا على حرف قطعه الكرتون وترش لون ضوء، ترش ضوء ابيض بالشكل ده. نشيل ايدنا كده بالشكل ده. بعدها على طول تلف الاسطمبه وتجيب الخط العدل ده على ده وتاخد ضوء خفيف كده. بالشكل ده في كل الوحدات اللي باقيه. يلا بينا سرع الفيديو ونشوف النتيجه في الاخر. وعلشان نظبط الاداء بقى اكتر، الزرار هنا اهو تحط عليه القطعه المصمطه وتجيب له ظل خفيف على اليمين هنا. وفي الختام اتمنى يا رب يكون الديكور نال اعجاب حضراتكم. ما تبخلش علينا بلايك اسفل الفيديو واشتراك في القناه لو حضرتك اول مره تزورنا في القناه. يسعدني اشتراك حضرتك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصل كل جديد. اشوفكم على خير في ديكور جديد. اخوكم محمد عبده من جمهورية مصر العربية.